السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة المستر. النهاردة هنحل كتاب جيم أولى ثانوي الوحدة الثانية درس الثالث والرابع من صفحة 88 ل 97. انتظرونا. صفحة 88. 1. The government is planning two نقط، الحكومة بتخطط لإيه؟ A number of youth، عدد من الشباب. To solve the problem of، عشان تحل مشكلة unemployment، البطالة. الحكومة بتخطط لتوظيف عدد من الشباب. employ يوظف، دي معناها يطرد ودي يتبع، يتبع يعني، ودي يدخر أو ينقذ. 2. A new not restaurant، مطعم جديد. not has opened، فتح. we can go، يمكننا الذهاب. and have our dinner there، ونتناول العشاء بتاعنا هناك. مطعم قريب، nearby. 3. I log onto the internet، انا بدخل على الانترنت every day، كل يوم. to get not information، الحصول على معلومات. ايه؟ about currencies، عن العملات. معلومات recent معنى حديث، يعني من فترة قصيرة. اما دي معناها حديث عصري، وديت محلي، ودي مفقود. 4. it's wrong، انه من الخطأ. to judge a person، ان نحكم على شخص ما. only according to their، فقط وفقا لايه؟ وفقا لمظهره. appearance ده يبقى غلط لو خدنا بالمظهر. دي معنى موقع، وديت احساس او شعور، ودي حركة. 5. we must، يجب علينا. نقط the pollution levels، مستويات التلوث. نراقب مستويات التلوث، monitor. in our water sources، في مصادر المياه. regularly، بانتظام وبدقة، بمعنى يحمي. 6. Egypt has qualified، نقط مصر عندها ايه؟ مؤهلين. in all different fields، في مختلف المجالات في انحاء العالم. عندها ايه مؤهلين؟ عندها خبراء، experts. دي حارس او حامي، ودي كرويين، ودي مراكز رئيسية. 7. our patients don't have to go abroad، يعني مرضانا مش مضطرين انهم يذهبوا الخارج. to be treated، عشان ايه؟ يتم علاجهم. they are treated in our not hospitals، هم يتم علاجهم في مستشفياتنا المحلية، local. ده معناها دولي. 8. making such beautiful jewelry، يعني صنع مثل هذه المجوهرات الجميلة. needs great، تحتاج ايه عظيم؟ تحتاج skill، مهارة عظيمة. دي بحث، ودي تقدير، ودي شخصية. 9. most young people، معظم الشباب في هذه الأيام. have no particular، ليس لديهم ايه محدد. نقط in their lives، في حياتهم. ما عندهمش أهداف محددة في حياتهم، aims. تقول له عايز تشتغل ايه؟ ولا أي حاجة. عايز تاخد كلية ايه؟ مش مهم. 10. while وليد was walking in the street، بينما وليد كان ماشي في الشارع. A wild dog، كلب متوحش مفترس. نقط هم، هجمه. التاجد. صفحة 90. 1. The little child got lost، الطفل الصغير تاه. And we all went out، وكلنا خرجنا. To look، نقط هم، عشان نبحث عنه. Look for. 2. The film I watched yesterday، الفيلم اللي أنا شاهدته أمس. Was based، نقط a true story، الفيلم ده كان قائم على قصة حقيقية. based on، that happened in the 19th century، القصة دي حصلت في القرن 19. 3. the presence of the police، وجود الشرطة. give us نقط safety، ادتنا بالأمان، أعطتنا إحساس بالأمان. sense of، إحساس، شعور. 4. unfortunately، لسوء الحظ. the not of the factory، للمصنع. is too close، قريب جدا. to residential area، منطقة سكنية. موقع، موقع ايه؟ المصنع، قريب من منطقة ايه؟ سكنية، موقع location. طبعا الجملة هنا ايه؟ محتاجة اسم، في the وبعدها of، يبقى لازم هنجيب هنا اسم، هي دي اسم بمعنى موقع location دي. رقم 5. في جملة، المهم معنى كلمة، كلمة went missing، كلمة تساويها يعني got lost، تاه، ضل الطريق. 6. the opposite، العكس من كلمة nearby، قريب.
عكسها يعني ريموت بعيد. 7 thanks تاخد حرف الجر to، ما يكون معناها يعني ايه thanks to modern inventions، بفضل الاختراعات الحديثة. الاتصال ايه طبعا تطور بدرجة كبيرة. 8 they are not fascinating research، معنى الكلام ان هما بيقوموا بعمل ايه بحث ايه رائع، يقوم بعمل بحث doing research. On the ways of using، أي على طرق استخدام AI اللي هو الذكاء الاصطناعي في الطب في الدواء. 9 the building of the new train station in Cairo، بناء محطة القطار الجديدة في القاهرة caused، سبب ايه نقط to anyone. هنا الجملة محتاجة اسم، محتاجة اسم amazement، سبب دهشة وإعجاب لأي حد هو صوت اللي بيشوف المحطة دي. أما دي صفة ودي صفة. 10 نقط who have working skills، اللي لديهم مهارات عمل are always required، دايما مطلوبين في الوظائف الايه المحترمة كده المجزية، اللي هم معناه هنا بقى المقصود الموظفين اللي عندهم ايه مهارات عمل employees موظفين. أما دي إيه أصحاب العمل. صفحة 94 1 أحمد مراد is working نقط a new short story، أنا أحمد مراد يعمل على قصة إيه قصيرة جديدة شغال فيها يعني working on بيخلص فيها يعني to be published soon عشان تنشر قريبا. 2 منا wants to work، وبعدين نقطة دكتور منا عايزة تشتغل كطبيبة as عشان تساعد الناس الفقراء. 3 my brother as well as دي معناها ايه بالاضافة الى، اخويا بالاضافة الى ايه بالاضافة الى انا كمان. طيب as well as جه فاعلين كده، فاعل اول وفاعل تاني، الفعل هنا هيتبع الفعل الاول، بقى my brother تاخد ايه في الاربعة دولت تاخد is. نقط part of the local charity، المعنى المقصود اخي وانا احنا ايه جزء من الجمعية الخيرية والمؤسسة الخيرية في الحي بتاعنا. 4 I have to pay him the money that I not to him، انا يجب علي ان انا ادفع له الفلوس اللي انا ايه ادين بها له، يدين او. 5 I have to pay him the money، انا لازم ادفع له الفلوس that I not from him، هنا في حرف الجر from يبقى استلف برو، المفروض يخليها ماضي يعني المفروض يبقى في هنا ايدي. 6 اسراء بايز هير ميديسن، اسراء بتشتري الدواء بتاعها from this، من مين as he is very clever، لانه ماهر جدا وكمان ايه شخص ودود، يعني بيتكلم عن شخص هنا يعني مش هيشتري مش هيشتريها من ايه من صيدليه، لا من صيدلي. الاجابه بي pharmacist صيدلاني. 7 the company asked سارة، الشركة طلبت من سارة انها ترسل لهم CV، السي في بتاعها and attach an نقط فوتو، وترفق مع السي في صورة ايه صورة recent حديثة يعني من ايه من فترة قصيرة. اما قلنا modern معنى حديث او عصري. 8 they help the future of lions as، وبعدين نقط as لسه واخدينها as well as بمعنى بالاضافة الى the local communities المجتمعات المحلية. صفحة 95 1 I want to come first in the final exams، عايز اطلع الاول في الامتحانات النهائية. This is my هذا aim هدفي، دي معنى حركة وديت مهارة وديت النظام البيئي. 2 the crash was not، الارتطام كان ايه by a loud scream بصرخة عالية and then there was a silence، وبعد كده ايه كان في صمت، الارتطام ده ايه اتبعه صرخة عالية followed by، اجابة followed. 3 قول كلمة تانية تدي معنى كاتل بمعنى اللي هي ماشية يعني livestock. 4 حنان has become a famous doctor، حنان اصبحت طبيبة شهيرة but her fame hasn't not here at all، ولكن شهرتها ديت ايه ما غيرتهاش خالص changed.
فضلت زي ما هي ما اتغيرتش. 5 our teacher has a very strong يعني مدرسنا لديه ايه قوي جدا and also friendly ودود in dealing with the students في التعامل مع الطلاب لديه شخصية ودودة وقوية شخصية personality في التعامل مع الطلاب دي معناها مسؤولية. 6 there must be some لابد ان يكون هناك بعض الايه on highways على الطرق السريعة to help us know عشان تساعدنا ان احنا نعرف where we are اين نحن لابد ان يكون في signs لافتات الطرق السريعة دي معناها المركز الرئيسي. 7 some factories بعض المصانع نقط children الأطفال as young as 7 في عمر السابعة which is not legal وده ايه غير قانوني. بعض المصانع بتوظف الأطفال بتشغلهم employ دي يتبرع ودي يتظاهر تظاهر بشيء يعني ودي اصطاد. 8 مستر سليمان acts as a نقط of our big family مستر سليمان بيتصرف ان هو ايه لأسرتنا الكبيرة بيقوم بدور ايه لأسرتنا الكبيرة he is the one who takes care of all of us يعني هو ايه الشخص اللي بيقوم بالعناية بينا كلنا يهتم بينا كلنا اللي هو يعني حارس حامي guardian للأسرة راعي. 9 where is the not of the firm أين ايه المركز الرئيسي للشركة headquarters I want to meet the manager عايز أقابل المدير. 10 we all can see the slow knot of the clouds كلنا نقدر نشوف البطيئة بتاعت الايه السحب الحركة البطيئة للسحب movement across the sky عبر السماء they are so beautiful شكلها جميل جدا دي معناها تنمية تطور ودي التسلية. 11 عيد said that his wallet قال ان المحفظة بتاعته نقط suddenly فجأة and we had to look for it everywhere واضطرينا نبحث عنها في كل مكان المحفظة اختفت disappeared. 12 my hometown is يعني مسقط رأسي البلد اللي انا ايه اتربيت فيها وعشت فيها is نقط in the northeast of Cairo هي في شمال شرق القاهرة واقعة is located. 13 the hunter followed the يعني الصياد اتبع لايه للغزال and he could catch it وقدر ايه يصطاده اتبع bow prints اثر مخلب الحيوان. 14 فيتامين سي provides some يعني فيتامين سي يزودنا ببعض الايه يوفر لنا against ضد الامراض اللي هي الايه الثانويه minor illnesses like the flu امراض الخفيفه زي الايه زي الانفلونزا وكده بيوفر لنا طبعا بروتكشن وقايه دي استنتاج ودي انتاج ودي مقدمه. 15 there are many not happening يوجد ايه كثير تحدث ريسنتلي مؤخرا in our area في المنطقة بتاعتنا but the police haven't arrested بس الشرطة لم تقبض على الايه القتلة بعد يوجد كثير من ايه killings عمليات قتل دي معناها مقالب. صفحة 96 16 I asked my assistant طلبت من المساعد بتاعي to get me the most not information يجيب لي ايه المعلومات الاكثر ايه about the rival company عن الشركة المنافسة يجيب لي معلومات حديثة يعني من فترة قصيرة recent يعني معناها غير مفيد. 17 patients who are given the new drug يعني المرضى اللي يتم اعطائهم الدواء الجديد العقار الجديد will be asked to not هطلبوا منهم their progress ايه تحسنهم تقدمهم هطلبوا منهم يراقبوا monitor ويلاحظوه كده. رقم 18 ديت مباشرة لسه قايلين ان as well as بيجي معاه فاعل اول وفاعل تاني فالفعل هنا يتبع الفاعل الاول اللي هو مين اي ده اي ديت هتاخد ام واز ويل از زي ما قلنا معناها بالاضافة الى. 19 mix all the dry ingredients يعني اخلط كل الايه المقادير المكونات الجافة نقط before you add the milk قبل ما تضيف اللبن اخلط المقادير ديت together معا
20 The increase of committing crimes الزيادة في ارتكاب الجرائم has disturbed all people أزعجت كل الناس in our small في عندنا الصغير في مجتمعنا الصغير community 21 Most people معظم الناس هنا have not with the homeless children للأطفال اللي بلا مأوى لديهم ايه تعاطف معهم empathy 22 Scientists العلماء not the headquarters of the Lion Guardians معنى الكلام ايه ان العلماء حددوا موقع او مكان المركز الرئيسي Lion Guardians ديت اللي هي منظمة لحماية الأسود من الانقراض حددوا موقعها يعني locate حددوا مكانها يعني ايه فين في كينيا 23 لسه قايلين thanks تاخد حرف الجر هنا بقول ايه بفضل thanks to بفضل ايه the new payment methods طرق الدفع الجديدة transferring money is easier تحويل الأموال أصبح أكثر سهولة 24 interest تاخد حرف الجر ان كده معروفة 25 نقط must respect لابد ان هم يحترموا their workers عمالهم and share success with them ويشاركوا النجاح معهم المقصود بهم هنا employers أصحاب العمل يجب يحترمهم عمالهم 26 while we were traveling through the desert بينما كنا بنسافر في الصحراء we went حصل لنا ايه went missing تهنا ضلينا الطريق 27 I always not worried أنا دائما ايه بقلق get worried about my daughter بخصوص ابنتي لما تكون ايه خارج المنزل 28 scientists العلماء worked not developing يعني تطوير the new vaccine اللقاح الجديد العلماء عملوا على تطوير اللقاح هتاخد حرف الجر on last year العام الماضي 29 the tree is not الشجرة ايه to be at least 700 years old تقدر يعني ان عمرها 700 سنة is estimated 30 لسه حالين شكلها بالظبط my friend's new story قصة صديقي الجديدة is based not a true situation موقف حقيقي قائمة على موقف حقيقي that had happened to him based on sure دي بتاخد ايه make make sure يتأكد مش عايز حاجة دي 32 Egypt is not in the north يعني مصر تقع في شمال ايه قارة افريقيا is located واقعة صفحة 97 33 خليل was going to his hometown خليل كان رايح مسكت رأسه when some kind not عندما بعض ايه العطوفين الطيبين helped him ساعدوه fix his car يصلح سيارته مين اللي ساعده villagers اهل الريف كرويين دي معناها مجرمين ودي ايه مركز رئيسي 34 on the side of the street على جانب الشارع there is a cycle نقط في حاجة كده للدراجات which is made for bikes only كانوا مخصصينها للدراجات فقط ممر للدراجات هتبقى باص 35 success in life نجاح في الحياة is based نقط hard work العمل الجاد and determination والتصميم أو العزيمة قائم على based on 36 Our brave armed forces قواتنا المسلحة الباسلة are able to قادرة على نقط our country بلدنا against any enemy ضد أي عدو في أي وقت قادرة على حماية بلدنا protect تحمي دي معناها تشك ودي تهاجم دي احترم أو احترام 37 scientists علماء نقط that smoking إن التدخين reduces life expectancy يقلل متوسط العمر المتوقع by around 12 years يبقى حوالي 12 سنة ايه في المتوسط العلماء بيقدروا كده estimate ان التدخين يقلل العمر ايه متوسط العمر المتوقع 38 I think classical songs are اعتقد الاغاني كلاسيكية
زي بتاعت زمان كده، مالها تكون ايه؟ اميزنج، مدهشة. الجملة كده محتاجة صفة لفيرب تو بي، فطبعا هيجي صفة. 39، we should encourage people، يجب نشجع الناس to not money to charities، ان هم يعملوا ايه في الفلوس للجمعيات الخيرية، يتبرعوا، donate. 40، I not a lot to my parents and teachers، انا ايه لوالدي ومعلميني، as they supported me، لانهم دعموني كثيرا، انا ادين بالكثير لهم. او 41، farmers always look after their، الفلاحين دايما يعتنوا بايه؟ بالماشية بتاعتهم، livestock. من أول رقم 42 عندنا 5 اختيارات، فهنختار 2. 42، the synonyms المرادفات لكلمة employ يعني يوظف، hire، وكمان ايه؟ appoint، يدوا نفس الايه المعنى يعني. 43، the antonyms المضاد لكلمة attack يهاجم أو هجوم، defense دفاع، resistance مقاومة، دي معناها غزو. 44، my uncle is a great expert، عمي خبير كبير في ايه بقى؟ في مجال الاستشارة عن بعد. المهم expert حرف الجر ان وان. 45، a group of students، مجموعة من الطلاب، not in the desert، في الصحراء، بينما يعني كانوا ماشيين هناك. المهم تاهم يعني went missing، وايه كمان؟ got lost، تاهم، ضلوا الطريق. 46، unfortunately لسوء الحظ، المدرسة الجديدة isn't near، ليست قريبة، it's ايه؟ far away، انها بعيدة، remote بعيدة. 47، في جملة المهمة كلمة amazing بمعنى مدهش، ممكن يحل محلها كلمة ايه؟ astonishing، وايه كمان؟ wonderful، انما دي معناها ايه؟ مندهش، ودي معناها ممل. وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.